الاهلي يعود الاحد المقبل. انا بس قبل ما اروح للاهلي يعود، انا عايز اقرا الاخبار بسرعه لان عندي، لكن الكلمتين دول الحقيقه لازم اقولهم. انا زعلان عليهم مش زعلان منهم. فاكرين الكلمه دي ولا مش فاكرينها؟ انا عندما سئل كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي على اللاعبين اللي مشوا من النادي الاهلي على مر الفترة اللي فاتت، يعني مش على حد معين لكن على مر الفترة اللي فاتت، عندما سئل محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي قال أنا مش زعلان منهم، أنا زعلان عليهم. الحقيقة مع كل أسبوع أو أسبوعين أو شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين بيعدوا بنعرف إن هذه الكلمة هي كلمة مهمة جدا وستظل خالدة للأجيال القادمة، علشان بنشوف ايه اللي بيحصل وبنعرف قد ايه ان الاهلي ده كبير قوي. الاهلي اكبر اسم، اسم النادي الاهلي اكبر من اي حد، اكبر من اي حد مهما كان، اكبر من رئيس مجلس اداره النادي الاهلي مهما كان اسمه، اكبر من اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي مهما كان اسمهم، اكبر من اي حد. هو ده النادي الاهلي، هو ده اسم النادي الاهلي. انا بس تذكرت هذا الموقف وقلت اتكلم فيه مع حضراتكم. الاهلي يعود يوم الاحد المقبل لاستئناف تدريباته استعدادا للهلال السوداني. ان شاء الله يوم الاحد اول عوده للنادي الاهلي في التدريبات. صلاح محسن يخوض المرحله الاخيره من التاهيل قبل العوده للتدريبات، ان شاء الله ترجع بكل سلامه. صلاح محسن اول ما ابتدى يمشي والدنيا تبقى تمام جاله اصابه قدريه وحاجه بتاعت ربنا، لكن في النهايه ان شاء الله يعود لنادي الاهلي بالف سلامه.